سي رشيد، عم سي إسماعيلي، ازيك؟ تسمعني؟ كان سمعك مزيان، صوت واضح. نعم ميسر. السلام عليكم، مرحبا مرة أخرى بالسادة الأساتذة الكرام في هذا الورش التكوين المباشر عن بعد الذي تنظمه موسيقية جنيف بمديرية الخميسات حول إنجاز تمارين تفاعلية باستعمال مسطحات H5P، وهي تتمة للورشة السابقة ليوم الأربعاء الماضي، والتي تعرفنا من خلالها على أهم محتويات التفاعلية الأساسية التي تقدمها المسطحة. ولمزيد من التوضيح والإفادة حول هذه الورشة الخاصة باليوم، سيلتحق بنا السيد محمد إسماعيلي، وهو أستاذ مادة الإعلاميات. كما أجدد مرة ثانية الترحاب بجميع الحضور الكريم، وأرجو أن تعم الفائدة على الجميع، وأعطي الكلمة الآن للأستاذ محمد إسماعيلي، فليتفضل. مشكورا، تفضل سيد إسماعيلي. شكرا للأستاذ رشيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت واضح؟ واضح سي اسماعيل، تفضل. جيد. إذا مرحبا بالسادة الأساتذة في هذا اللقاء التكويني الذي دأبت المديرية الإقليمية بالخميسات على تنظيمه مساء كل اثنين وأربعاء في إطار تكوينات عن بعد، والتي عرفت نشاطا ملحوظا منذ التوقف الاضطراري عن التعليم الحضوري جراء جائحة كورونا أو ما يعرف بكوفيد 19. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء. إذا كما قال الأخ والأستاذ رشيد الشتيوي، واستكمالا لما قام به في الورشة الماضية، سوف نعمل على تقديم بعض الإضافات التي تمكننا من التعامل بشكل أمثل مع هذا الموقع ومع الخدمات التي يتيحها. إذن هذا هو الموقع ديال H5P. نبدأ أولا بتسجيل الدخول، وقد تعرفتم على ذلك في الورشة السابقة، نحتاج دائما لبريد إلكتروني. لمن لا يتوفر على حساب، يمكنه إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على Create un compte gratuitement. إذن هذا هو الحساب الخاص بي. إذن كما لاحظتم جميعا، إذا بغينا ننشئ محتوى جديد كنمشيو الكونتينو، وكنضغط على Create New Content. وهادشي سبق لكم تعرفتو عليه مع الأخ أو الأستاذ سي رشيد. إذن كما كتلاحظوا معايا جميع إذن كما كتلاحظوا معايا جميع هنايا عدد التطبيقات المتوفرة في الموقع هي 13. إذن من أصل 46 تطبيق كان موجود على الموقع، أصبح فقط 13 هي اللي متاحة فقط، ربما في إطار ما يعرف برفع المجانية عن الموقع والاتجاه ربما نحو جعله موقعا تجاريا ربما. لكننا سنحاول في هذه الحصة معرفة بعض الطرق
التي ستمكننا من استعمال التطبيقات التي تم حذفها سابقا، وسأركز على بعض التطبيقات فقط ولن أبينها جميعها نظرا للوقت. سأركز على خاصية السحب والإفلات انجليزي ديبوزي، وتقديم عرض، وخاصية العمود. وهذين التطبيقين الأخيرين اللي هما تقديم عرض وخاصية العمود يمكناننا من تجميع أكبر عدد من التطبيقات في نشاط واحد كما سترون. للإشارة في باب التساؤلات والاستفسارات والإضافات سيفتح في وجه السادة الأساتذة الراغبين في ذلك في نهاية الورشة كالمعتاد. فمرحبا بكم مجددا، ونبدأ ورشتنا على بركة الله. إذن نذهب إلى example download. سنحاول ترجمة الموقع باللغة الفرنسية. اسمعي، نعم، هذه الصورة مازال ثابتة، ما بتتحرش. العفو. إذا سنترجم الموقع إلى الفرنسية. صوت سي رشيد كيوصل؟ الصوت مزيان، هو كاين شويه ديال الديكالاج بالنسبه للمحتوى اللي واخا تي الباطاج. واخا، أنا غادي نرد البال معاه مزيان. إذا نمشيو لونجلي اكزومبل اي تيليشارجمون. هنا كنوجدوا جميع الأمثلة أو جميع التطبيقات اللي كيوفرها لنا الموقع، وعددها 46. إذا أي مثال هنايا غادي نلقاو الوصف ديالو، الطريقة كندو نخدمو به، ومثال أيضا. إذا نبداو بالتطبيق الأول ديالنا لهذه الحصة، جليسي ديبوزي. غادي نضغطو على المثال التالي. في انتظار تحميله. إذا لاحظتوا معايا الآن كيظهروا لي 4 ديال الأمثلة ديال هذا التطبيق هذا. سي نعم اسماعيل، الصورة نعم شوية كتطلع على الصوت، كاين واحد الفرق ما بين الصوت والصورة. وكان غادي نحاول معاه. دابا دابا كاين لي في ليكزومبل، هادشي اللي كيظهر لينا مزيان. سامبل دراغ اند دروب. أيه إذا عندنا هنا 4 ديال الأمثلة. الطريقة ديال السحب والإفلات هو أنك يكون عندي بعض الاختيارات، وكنسحب الكلمة المرادة بالصورة المناسبة لها. هذا مثال ثاني. ثم مثال آخر. بحال هذا المثال اللي غادي نحاولو نقادو إن شاء الله. مثلا كنشد الكلمة وكنسحبها للمكان المناسب ديالها على الصورة. ملي كنسالي التطبيق ديالي خصني نضغط على فيريفي.
باش كنشوف النتيجة المحصل عليها. إذا نقلنا دابا الطريقة كنديرو نخدمو بهاد التطبيق. إذا نحاول نمشي للمثال الأول. إذا نرجع للمثال الأول، إذا في أسفل التطبيق عندنا واحد الخاصية ريوتيليزاسيون، كتبان لكم الآن السي رشيد ريوتيليزاسيون. مزيان مزيان كتب. إذا كنضغطوا على هاد الأيقونة كيبان لنا إذا بغينا نتيليشارجي وهاد الفيشي هادي ممكن نعاودو نستعملوه. إذا تيليشارجي اون طونك فيشي بوان اش 5 بي. إذا ملي كتسالي التحميل خصني نعقل غير على المكان فين غادي يتسجل عندي الفيشي ديالي. ونعاود نرجع للحساب ديالي بشكل عادي، نضغط على سيدونتيفي. إذن pour créer un nouveau contenu، نمشيو لهنايا créer un nouveau contenu. إذا كاينين عندنا جوج ديال الخاصيات حاليا متوفرة، هي إما غادي نكريو لو كونتوني انطلاقا من هاد لي شوا اللي عطيني هنايا، أو لا نتيليشارجي إلا كانت عندي شي فيشي ممكن أنني نستعملها، وهي اللي كنا تيليشارجينا انطلاقا من المثال السابق. إذا غادي نضغط على تيليشارجي. ثم تيليشارجي ان فيشي اهي. وكنشوف المكان فين تيليشارجات عندي الفيشي كنحددها.
ما ضغطش الخانة ديال التيليشارجومون. مازال هي غطى لك شي الوقت عندك الابلود بالنسبه لينا هنايا شويه كيكون ثقيل في مع الدي اس ال. إذا قلنا كنضغطو على تيلي شارجي ان فيشي وكنحدد ليها المكان من خلال هاد لافينيتر اللي غادي يتبان لكم امامكم. إذن ما ظهرتش لكم لأنني ما مبارطاجيش معكم البيرو ديالي. إذن غادي يبان لكم واحد الفنادق ديال تيلي شارجومون وغادي تحددوا ليه غير الموقع وديروا اوتيليزاسيون. هيا الفيشي اللي كنا تيلي شارجينا قبيله اللي كتبان لي هنا لتحت راه نفسها نفس السميه اللي كاينه هنايا. ممكن انني نبدل ليها حتى السميه الا بغيت نبدل ليها، ماشي ما كاينش اشكاليه. ونضغط على اوتيليزاسيون وكنتظروا تحميل الفيشي ديالنا. الفيشي اللي غادي تيليشارج عندنا دابا راه فيها واحد المحتوى، هو المحتوى السابق اللي خديناه في المثال اللي كان عندنا في المثال السابق. إذن باش ننشئ احنا المحتوى الجديد ديالنا غادي نحاول نمسحو المحتوى القديم اذا من هذه الايقونه هي اللي كتمكنني من مسح الصوره. نضغط عليها وهنا كتبان لي فونيتر دو كونفيرماسيون كونفيرمي لا سوبريسيون. هنايا لا طاي ديال لا فونيتر اللي غادي نخدمو عليها غادي نخليوها هكا. يا بغيتو تصغرو لا طاي تكبروها كاين حتى شي اشكال. وننتقل الان ليطاج. في ليطاج بطبيعة الحال غادي نمسح هادشي اللي كاين عندي هنايا باش ننشئو المحتوى الجديد الخاص بينا هنايا. إذن نرجع لريكلاش. هنا إلا بغينا نضيفو شي صور ديال الخلفية ممكن نضيفوها من هنا. حنا بلا ما نديرو دابا الخلفية ندوزو نيشان المحتوى ديالنا. إذا المحتوى ديالنا غادي يكون على هاد الشكل هذا، نوضحو لكم بعدا قبل ما نبداو في العمل. إذن ممكن يكون بهذا الشكل هذا، يكون عندي كلمات وكل كلمة نصيدها بالصورة المناسبة لها مثلا. ملي كنسالي كندير التحقق من النتيجة. إذن 0/3 كيبان لي عندنا الفيدباك ريفيز تيكور. علاش؟ لأن كاين هنا دي بيناليتي على كل جواب خاطئ، مع العلم أن عندنا إجابة واحدة صحيحة. إذا بغينا نموديفيو في هذا التطبيق ممكن نموديفيو هنايا. غادي نحاول نرجع للتطبيقات السابقة، غادي نشوف جميع التطبيقات اللي كنت قديت من قبل. إذا غادي ندخل كلاسيس بيريفيريك.
إذا لاحظتوا معايا نفس التطبيق ولكن بطريقة أخرى. قبل قليل استعملنا الصور، دابا استعملنا أعمدة، وغادي نبقاو نسحبو بهم الكلمات. إذا غادي نشرح لكم واحد ولكن نفس البرانسيب، التمرينين أو التطبيقين معا. إذا كناخذ الكلمات من هنا، ممكن نسحبهم في أي مكان سواء كان صحيح أم خطأ. ملي كنسالي كنمشي لفيريفي. إذا النتيجة هي 4/6. لاحظوا معايا هنا بأنني حذفت البيناليتي ديال موانزا على كل جواب خاطئ. إذا نرجعوا باش نكريو التطبيق ديالنا. إذا أول حاجة خصنا المناطق ديال السحب أو الأعمدة، هادوك ثلاثة لي بيريفيريك d'entrée, de sortie et de stockage. إذا كان كرييهم من هاد البوطون هادي ajouter une zone de dépôt. السمية ديالها غادي تكون هي بيريفيريك مثلا. d'entrée ونأكتيفيو هنا لالينيومون اوتوماتيك ونكليكي ونخليو لي بارامتر الاخرين بار ديفو ونضغط على تيرميني. كنحاولو نوضعو العمود ديالنا في المكان المناسب ونعطيو على طاي مناسبة اللي بغينا. لاحظو الفوق ما بنتليش هداك الاسم اللي كتبت بيريفيريك دونتخي، ممكن نضغط على ايديت ونديرلو هنا افيشي ليتيكيت. ونعاود نكليكي على تيرمين. هاهوما دابا لي بيريفيريك دونتخي. دابا غادي خصني جوج أعمدة أخرى، إذا غادي نضغط على كوبي ندير كولي، ها التاني ها التالت. غادي نقادهم بجوج بيهم واحد جنب واحد. ونضيف لهم في الأسماء انطلاقا من هذا البوطون ايديت، ولا نضغط جوج المرات على لازون ديالي بيريفيريك دو سورتي تيرميني بنفس الطريقة حتى العمود الأخير. ترمين. إذا هادو هما المناطق الثلاثة ديال السحب حاليا. غادي نحاولو ننشئو دابا إما الكلمات المسحوبة أو الصور المسحوبة. عندي هنا جوج خاصيات، إما غادي نسحب كلمات أو نسحب صور بنفس الطريقة كنستعملو. غادي نحاولو نخدمو حاليا بالتكست، ونفس الطريقة غادي نخدمو بها حتى على الكلمات حتى على الصور عفوا. إذا بيريفيريك اللي نحاولو نكتبو مثلا كلافي، ممكن نبدل لاطاي ديالو، نكبرو نصغرو، نبدلو اللون إلى آخره.
سيليكسيوني لي زون دو ديبو، فين ممكن انني نسحب هاد الكلمه؟ ممكن نسحبها في بيريفيريك دونتري او بيريفيريك دو سورتي او بيريفيريك دو ستوكاج. ونضغط على تيرميني. هي الكلمه الاولى ديالنا حاليا. اذا ممكن نسحبها في اي مكان من هذه الامكنه. نضغط على خاصيه ديال كوبي وندير كولي، ندير مثال اخر. مثلا USB. ثم نضغط على ترميني. ثم نزيد مثال آخر. نبدل الكلمة ديالو، ندير مثلا امبريمونت. إذا ربحا للوقت، غادي نحاول نكتفي غير بهاد ثلاثة ديال الأمثلة. ممكن نزيد شحال ما بغيت ديال الأمثلة، ولكن ربحا كما قلت للوقت غادي نكتفي غير بهاد ثلاثة هادو. إذا كنهبطو للأسفل، ريترو أكسيون جلوبال، هذا هو الفيدباك، شنو كت لي ميساج اللي كتأفيشي للتلميذ. لا داعي لإعادته بعد ما تم شرحه سابقا. ممكن أجوتي من هنايا لي بارامتر كومبورتمونتو ديال ليكزارسيس كامل. اكتيفي بوتون ريسيي، ابليكي لي بيناليتي اكسيتيرا. جميع التفاصيل المتعلقة بالتمرين كنلقاوها هنا. remplacement du texte de traduction هنايا على حساب الترجمة. بما أنني كنخدم مع التلامذ ديالي تمرين بالفرنسية، فضروري أنني خصني نترجم اللغة الفرنسية. إذا كنت أنا نخدم معهم شي تمرين باللغة العربية، غادي نحاول نترجم اللغة العربية وهكذا. كنت كنخدم بالإنجليزية، نخلي الفيدباك يكون بالإنجليزية. وفي الأخير كنضغط على عفوا. دابا إلا جريت أي كلمة من هاد الكلمات لهاد المكان باش غادي يعرفو واش صحيح ولا خطأ، خصني ندخل لي بارامتر ديال لي زون، هاد لي تخوا زون. إذا غادي نضغط على بيريفيريك دونتخي، غادي يعطيني سيليكسيوني لي بون إليمون. شكون هما لي بون إليمون؟ في بيريفيريك دونتخي ما يقبل منه فقط إلا كلافيي. بيريفيريك دو سورتي بنفس الطريقة الموديفي فيها، غادي يقبل منه فقط امبريمونت. وفي بيريفيريك دو سورتي، عفوا بيريفيريك دو ستوكاج، غادي يقبل منه فقط USB. إذا كانوا عندي بزاف ديال لي زيليمون بيريفيريك دو سورتي، ممكن سيليكسيونيهم كاملين. كما حنا فقط درنا مثال واحد، داكشي علاش سيليكسيونيت فقط واحد. في الأخير غادي نضغط على بوتون صوفي،
في انتظار تسجيل التمرين باش نشوف. هنا كيكون مكتوب عندنا السؤال ديالنا، راه خلينا هنا بارتي فوت دراج اند دروب، ممكن نبدلو. اذا كلافيي نديرو كوم بيريفيريك دونتري، يو اس بي كوم بيريفيريك دو ستوكاج، اي امبريمونت كوم بيريفيريك دو سورتي. نضغط على فيريفي، كيعطيني التنقيط ديالي. اخطأت في لي بارامتر ديال لي زون دو ديبو، اذا غادي نضغط على ايديت باش نحاولو نقادهم. دايما نمشيو لطاش، بيريفيريك دونتخي، شنو غادي يقبل منو؟ فقط كلافي. بيريفيريك دو سورتي امبريمونت. وأخيرا بيريفيريك دو ستوكاج يو اس بي. للتأكد فقط ثم نمشيو انريجستري او بيان سيف. إذا نجاوب جوج أجوبة صحاح وواحد خطأ مع البيناليتي ناقص واحد، إذا عطاني النتيجة هي واحد من أصل ثلاث نقط. هذا فيما يخص التمرين الأول. إذا ننتقل للنشاط الثاني، هنا كي افيشي لكم فقط غير جداد. اذا بغيتو تشوفوا جميع التطبيقات اللي كنتو ختمتوها سابقا كتضغط على افيشي تو. اذا غادي نضغط على اكتيفيتي انفورماتيك، كنظن ان البعض منكم تساءل الحصه الماضيه واش ممكن اننا نجمعوا العديد من التمارين التفاعلية في نشاط واحد. إذا الجواب هو كالتالي، بالفعل. إذا لاحظوا معايا هنايا عندي فراغات نملأهم، إذا مثلا ممكن نسميوه التمرين رقم واحد. التمرين الثاني غادي نجلسيو لي مو أو بون أوندغوا. التمرين الثالث أجيب صحيح أم خطأ. التمرين الرابع هذا ما يمكنش نعتبره تمرين، ولكن لان ما كيكونش هذا كيكون كنديرو فقط للمراجعه. ديفيني لا ريبونس، كتعطي مثلا جزء من الصوره وكتعطي هنا اشاره للجواب، وكيضغط هو على
هذا باش كيتأكد من الجواب الصحيح واش فعلا الجواب ولا لا، وهذه ممكن يقدروا معهم أسئلة ديال يعني عندهم شي مصطلحات تعريف إلى آخره. ديال الأساتذة ممكن يعرفوا الاستعمال الأفضل لكل تطبيق من هذه التطبيقات. لكن أعطيكم فقط أمثلة. إذا هذا هو التطبيق اللي غادي نحاولوا نقادو حاليا. إذا كي غادي نديرو ليه؟ غنمشيو عاوتاني لإكزومبل إي تيليشارجمون. كيعطيني هنا العديد من التطبيقات، وهنا ممكن نصنفهم على حساب لي جو ميلتي ميديا لي كيستيون اكسيتيرا. غادي نختار كولون، اذا نختاروا خاصية ديال العمود، نضغط عليها إذا بحال المثال السابق. كنلاحظ عندي هنا يعطيني 3 ديال الأمثلة، تاهما مجمعين فيهم أكبر عدد من الأنشطة. إذا كان المعتاد حنا اللي كيهمنا دابا في هذا المثال هذا هو أننا نمشيو للخانة اللي في الأسفل غيتيليزي، نضغطو على هاد الخانة وغادي يظهر لنا في الأعلى تيلي شارجي. حاولوا تيليشارجيوها، ها هي كتيليشارجي عندنا هنايا في هذا المكان في الأسفل. إذا دابا نحاولوا نمشيو للمكان ديال إنشاء محتوى جديد، نضغط على سيدونتيفيي تراي اوت اكسنت بي. ولا كنمشيو للكونتينر، إذن كاين هنايا فيشي ديال تيليشارجي بحال المثال السابق أيضا. إذن غادي نضغط على تيليشارجي ونضغط على أبلود أفايل أو بيان تيليشارجي لو فيشي على حساب اللغة اللي مكتوب عندكم. إذن كتخرج ليا واحد لافونيتخ كنحدد المكان ديال الفيشي فين تسجل عندي، وكندير أوفغيغ، ومن بعد كنضغط على utilize وكنتسناو التحميل ديال لو كونتون او المحتوى ديالنا اللي غادي نخدمو به.
في انتظار تحميل الفيشي ديالنا. إذا الفيشي ديالنا راه تيليشارجات، وميساج كيأكد لنا ذلك هنا. إذا بنفس الطريقة السابقة غادي نحاول نحذف المحتويات الغير مرغوب فيها. إذا غادي نحاول نضغط على هذا البوطون هذه Expand Collapse، إذا لاحظتوها معايا مزيان نضغط عليها باش كيتجمع ليا النشاط الأول ديالي، ثم النشاط الثاني بنفس الطريقة، ثم النشاط الثالث، ثم النشاط الرابع، النشاط الخامس، النشاط السادس، النشاط السابع، الثامن. جيد، إذن كاين عندنا 8 ديال الأنشطة في هاد العمود هذا. إذا هما مجموعين دابا كاملين. عادي إذا بغيت ندير أنا أجوتي دو كونتوني، إذا قبل ما أجوتي دو كونتوني غنحاول نحذف هيا روتيري لوبجي، كتخرج ليا فونيتر دو كونفيرماسيون، وكنضغط على كونفيرمي. بنفس الطريقة غادي نحذف جميع المحتويات. إذن دائما كنضغط على البوطون ديال روتيري لوبجي وكنحذف المحتويات السابقة، وهذا هو الحل باش ننشئو المحتوى ديالنا حنايا، رغم أن المحتوى حذف من التطبيقات كما أشرنا إلى ذلك سابقا، لأن خاصية العمود مبقاتش عندنا. إذن هنايا لو تيتر ديال لاكتيفيتي كاملة، نعطيو مثلا اكتيفيتي جينيرال اكسيتيرا، وغادي نبدا اجوتي دي كونتوني. نضغط على كونتوني. اذا لي كونتوني اللي ممكن انني نديرهم هما رومبلير لي سباس في كارت ديالوغ اكسيتيرا، فري او فو، فيديو، جو دو ميموار، انسي دو سويت. اذا كما تلاحظوا معايا في النشاط الموالي غادي نديرو بريزونطاسيون، و بريزونطاسيون مع هاد لاكتيفيتي كيتشابهو، كاين تقريبا جوج ديال لي جوج فرقين فقط هما لي كاينين. هما في البريزونطاسيون ما كايناش هاد دوفيني لا ريبونس، وما كاينش ايضا جو دو ميموار. اذا غادي نحاول نشوف بعض الامثله. اسمح لي واحد الدقيقه، بالنسبه لهاد لا ليست توني راه ما كتبانش لينا. ما كتبانش لا ليست؟ لا ما كتبانش لا ليست، مازال كتبان مسدوده. اذا غادي نموديفي لي بارامتر دو بارطاج باش تبان لكم مزيان.
إذن دابا راه كتجمع مزيان إذن غون سيت. دير دي زيسباس فيد كارت ديالوغ إكسيتيرا كيما قلت لكم فقط ديفيني لا ريبونس اي جو دو ميموار هما اللي ما كاينينش في بريزونطاسيون اللي غادي نشوفو من بعد. إذا غادي نحاول نركز فقط على بعض الأمثلة. إذا نبداو بالمثال الأول remplir مثلا les espaces vides. إذا غادي نوريكم بعد المحتوى اللي غادي نشوفو بحالو هو هذا. إذا remplir les termes les mots manquants هذا كتمرين أول. تمرين ثاني faites glisser les mots au bon endroit كنحاول نسحب هنايا الكلمات. هنايا répondre par vrai ou faux كندير vérifier répondre par vrai ou faux. On a deviné la réponse. Et dans la barre il y a des activités, on va essayer de les faire. Le colonne, la routine. إذا نبدأ بملء المعطيات ديالنا. لو تيتر رومبلير مثلا لي زيسباس فيد او بيان لي مو مونكون. احتفظوا بتبدا ديسكريبسيون نفس الشيء. نديرو هنا مثلا اكزارسيس بها إكزو أن. بلوك دو تكست غادي نحاولو نكتبو فيه لو تكست ديالنا هنايا. إذن غادي نحاول نشرح لكم هنايا كلمات الصحيحة كنحاولو نديروها أونتخ دو أستيريكس. إذن هنايا عندي كلمة ديال ستوكاج درتها ما بين جوج نجمات. جيجا أوكتاي درتها ما بين جوج نجمات. إذا بغيت نزيد شي كلمة أخرى ممكن أجوتيها بنفس الطريقة. لاحظوا معايا هنا زدت واحد سلاش وزدت مو دو. ما معنى ذلك؟ يعني التلميذ إذا كتب سواء هاد الكلمة أو الكلمة الثانية راه غادي يعتبرهم ليه صحاح. دو بوان هنا كتعطيه شي معلومة ولا شي إشارة اللي ممكن أنها تساعده في الحل. نفس الشيء بالنسبة للكلمة الثانية تا هي دايرين هنا جيجا أوكتاي. إما يكتبها أتاشي أو بيان سيباري سي لا ميم شوز. عاد كنزيدو هنا دي ريتروأكسيون جلوبال إلا بغينا لي زيفي مع تيميت و دي بارامتر كومبورتمونتو. هنا كتفيريفي واش أكسبتي لي بوتي فوت دورتوغراف أو ما عطيك هنايا بالنسبة لديزانديس على لي فوت أورتوغراف اللي ممكن يقبلهم له.
على حساب النومبر ديال لي كاركتير ديال الكلمة اكسيتيرا. اذا هذا هو الكونتوني الاول ديالي. اذا غادي نريدويوه بهذا الشكل هذا ونحاول نضيف نوفو كونتوني. الكونتوني الجديد ديالنا غادي نديرو انجليزي مثلا لو تكست كما شفنا قبل. هاي فيت انجليزي لو تكست نعطيو عنوان للتمرين نسميو مثلا اكزرسيس 2 انجليزي لو تكست. ديسكريبسيون دو لا تاش غادي نخليوها دي بار ديفو فيت انجليزي لي مو دون لي بون كاز. وهنايا كنكتبو النص ديالنا او الجمل ديالنا اللي بغينا نديرو لهم التعريف ديالو. اذا عندي هنايا ثلاثة ديال التعريف، التعريف ديال البروسيسور. لاحظوا معايا الكلمة ديال البروسيسور درتها ما بين جوج نجمات ديسك دور اي كارت جرافيك، كنديرهم ما بين جوج نجمات. هادو هما الكلمات ديالنا. واحد الإشارة هو أن إذا كان المحتوى بالعربية بلاص ما ندير هاد الكلمات في البداية كنحاول نديرهم في النهاية باش كيجيني لا فورم متطابقة مع العربية. اي هادي غير من الناحية الشكلية. كيبقى لنا ريتراكسيون جلوبال غادي نخليوها بار ديفو. لي بارامتر كومبورتمونتو حتى هي غادي نخليوها بار ديفو. ندوزو نريدويو بعدا هاد لافينتر ديال ليكزارسيس 2 ونديرو اجوتي دي كونتوني. الكونتوني الموالي غادي نحاولو نختارو فغي او فو. اذا كنبدل لو تيتر ديالها مثلا نسمي اكزرسيس 3 ولا نخليها بحال هكايا ترو فولس كويشنز وكنوضع السؤال. اذا للاشاره هنا ممكن انني ناجوتي ميديا، ممكن اجوتي اما صوره ولا فيديو اللي عندها علاقه بهاد الاسئله ديال فغي وفو. نحط له صورة ولا فيديو مثلا يتفرج فيه ولا يشوف الصورة عادي يجاوبني على الجواب ديالي. يعني مبغيش غادي نخليه بار ديفو هكايا غادي يبان له فقط غير النص. إذا لا سوري تان بيريفيريك دو ستوكاج غادي نشوف شكون هو الجواب الصحيح، واش فغي ولا فو. هذا بالنسبة لي أنا الجواب خطأ، إذا خصني كليكي على فو. أوكي غادي ينتهيو من النشاط ديال فغي وفو. غادي نأجوتيو ان اوتر كونتوني اللي هو غادي يكون هاد المرة عبارة عن ديفيني لا ريبونس، توقع الجواب، خمن. غادي نسميو ديفيني لا ريبونس description de la tâche toujours deviner la réponse هنايا إذا بغيت نعطيه صورة تكون مساعدة ليه باش يجاوب على الجواب الصحيح. مثلا نختار شي ايماج ajouter une image.
كنمشي للمكان اللي محدد فيه انا لي زيماج ديالي. هي تشارجات الصورة ديالنا 36%. عندنا واحد الخاصية ايديتي ليماج، إذا بغيت نموديفيي في لي بارامتر ديال ليماج ديالي. كنلاحظوا بأن عندي هنا الصورة كبيرة، ممكن نقص منها ولا نقلبها إلى غادي نحاول نقص منها شي شوية. غادي نختار غير هاد الجزء هذا وندير سيف. تكست الترناتيف لما بانش عندي الصورة غادي يبان ليا هاد لو تكست هادي. غادي ندير مثلا ايماج وهنايا تكست سيرفون. ملي تقارب السهم ديال لا سوري حدا الصورة غادي يبان واحد لو تكست، هذاك لو تكست اللي كتبتي هنا هو اللي غادي يبان، الا خليتيها خاويه ما غادي يبان له والو. اذا هنايا غادي تعطيه الجواب بروسيسور مثلا. عفوا الجواب خصو يكون في تيتخ تكست دو سوليسيون. وهنايا غادي تعطيه فقط إشارة للجواب، إذا ما عرفوش من خلال الصورة غادي تعطيه هنايا إشارة. إذا مثلا سي لا تيت بونسونت دو فوتخ اورديناتور، دونك إتيكيت دو سوليسيون ديسكريبتيف. إذا هنا الوصف ديال الصورة وهنايا هو الحل ديالنا. إذا غادي نريدويو هاد الإكزارسيس اللي سالينا حاليا. إذا كيبقى ليا ممكن أن أجوتي دوطخ كونتوني تلك فيديو تكست. إذا لاحظتوا معايا هاد لي زيكزارسيس كاملين ممكن نبدا ليكزارسيس في الأول بأن تكست، نعطيه نص عاد نبدا نطرح عليه الأسئلة مثلا، ولا نعطيه فيديو في الأول يتفرج فيه عاد نبدا عليه أسئلة. طريقة ديال الإضافة ديال الفيديو ممكن نشوفوها هنايا. العنوان دائما وهنايا الميديا ديالي. هنا اما كان تيليشارجي فيديو من الاورديناتور ديالي ولا كنعطيه شي ليا من اليوتيوب. اذا حاليا ما عنديش دابا شي ليا ديال اليوتيوب بلا ما نضيع فيه الوقت. اذا غادي نجي لهنايا نريدوي هادي. اذا كما قلت لكم من قبل ممكن ديرو في اول التمرين في هو النشاط الأول، ندير كونفيرمي لأنني بغيت نمسح. إذا غادي يبقاو لي هنا 4 ديال التمارين فقط، وغادي نجي في الأخير وغادي نضغط على أونجيستري. انتظار تحميل أو تخزين النشاط. إذا هو هذا التمرين ديالنا اللي قد حاليا أو 4 ديال التمارين. إذا دابا ممكن أنني نملأ. إذا هي لانديس
كنضغط عليها سيغا ستوكي لي زانفورماسيون، هي نورمالمون خصنا نكتبو كلمة ديال ستوكاج أو مو دو، لأن عطيتو جوج ديال احتمالات، لا هي سو ميزور أون جيجا أوكتي. نضغط على فيريفي، إذا عطاني الأجوبة جوج بينهم صح. وهكذا بالنسبة لبقية التمارين ممكن أنني نتحقق منهم. بالنسبة لنا كما شرت سابقا، النشاط كيساعد فقط على تذكر تعريف وترجمة المصطلحات، سواء ديال الرياضيات الفرنسية إلى آخره. وكما قلت لكم أن الأستاذ هو اللي يعرف أي تمرين في الممكن أنه يوظفه. إذن هكذا ننتهي من خاصية العمود اللي كيقدمها لنا موقع H5P. غادي ندوزو لا ديرنيير اكتيفيتي اللي هي تكون عبارة عن بريزونطاسيون. إذا نوريكم النتيجة النهائية اللي خصنا نخرجو بها ديال النشاط ديالنا. إذا بريزونطاسيون انترنت، ده هو النشاط اللي خصنا نقدو بحالو. إذا هذه هي البريزونطاسيون ديالنا، كتكون من 7 ديال لي سلايد أو الشرائح. إذا ممكن نردها بلان إيكرون ولا نخليها كيبقى ندوز لي سلايد واحد بواحد. سلايد ثاني، دوزيام ديابوزيتيف، كتلاحظو عندي هنايا كونتوني فيه دي تكست وفيه إيماج، وهاد لو تكست فين ما ضغطت على شي واحد فيهم غادي يديني لواحد أوتخو ديابوزيتيف. مثلا نضغط على انترنت غادي يديني الديابوزيتيف اللي خاصة بالتعريف ديال الانترنت، تعطيني معلومات على الانترنت. وكاين عندي هنا واحد البوطون كتردني للسومير ديالي أو بلون ديالي. بالنسبة لي زيكزارسيس تنضغط هنايا، إذا لاحظتوا معايا يعني بدلت الخلفية فقط ديال هاد الديابوزيتيف بوحدها، ولاحظوا معايا بأنني زدت جوج ديال الأنواع ديال التمارين في أون سول سلايد، فغي أو فو، أو من نوع تخوفي لانتخو، بالإضافة إلى صور. ممكن نعود نرجع للصفحة الرئيسية. تمارين، كاين التمرين الثاني اللي هو هذا، أجوبة هنايا، وكاين هنا عندي واحد البوطون اللي كنضغط عليها عاد كيعطيني سيتي لي زافونتاج و لي زانكونفينيون دانترنيت، و كيعطيني الحق أنني نكتب بالكلافيي و كنفيرمي. هنايا غادي نختارو الجواب الصحيح من هاد الأجوبة. كيدوزو الأسئلة بوحدهم أبخي أن ديلي، بروتوكول إنترنت كو فو دير إي بي. إذن غادي نمشي ل ديغنييغ ديابوزيتيف كتسمالنا ريزومي، كتريزومي لنا كاع لي زاكتيفيتي لي دارهم التلميذ من خلال لي ديابوزيتيف لي فيهم لي زيكزارسيس. عندي ديابوزيتيف 5 و 6 هما لي فيهم لي زيكزارسيس، 5 ما جاوبنا على حتى شي سؤال اذا عنده صفر من اصل جوج، و ديابوزيتيف 6 جاوبنا على 3 ديال الاسئله و 3 بهم كانوا صحاح. اذا سكور توتال هو 3 على 5. اذا لمعرفة كيفية انجاز مثل هاد البريزونطاسيون للإشارة فقط، إذا رجعنا هنايا للديابوزيتيف 1
ممكن أنني أجوتي أن ليان فيغ أن سيت إكسترن بلي نضغط مثلا هنا على سيت هاد الديابوزيتيف باش قدينا قدينا بموقع H5P. إذا بلي نضغط هنايا غادي يديني الموقع ديال H5P وغادي يفتحوا ليا في نوفيل أونجلي. إذا كي غادي نديرو لهاد العملية دائما غادي نمشيو اكزامبل اي تيليشارجمون إذن في انتظار ظهور الصفحة إذن كورس بريزونتاشن بريزونتاسيون دو كور هو الأول عندنا هنايا إذن غادي نضغطو عليه كالعادة غادي يظهر لنا الأمثلة اللي كيقدمهم لنا الموقع باش نشوف الطريقة ديال العمل. كاينين 4 ديال الأمثلة إما نقاد اون بريزونطاسيون سامبل بحال اللي كنقاد بالباوربوينت عادية ندير فيها الناس ندير فيها ايماج ندير فيها فيديو اكسيتيرا أو لا ممكن ندير نزيد فيها هنايا تمارين تفاعلية إذا غادي ناخد هذا المثال هذا هو اللي غادي تيليشارجي. إذا كنمشيو دائما ريوتيليزاسيون دابا حاليا راكم تعودتوا على هذه الخاصية نبقاو نديروها دائما في أي نشاط ما لقيناهش في هذوك التطبيقات اللي كيعطينا موقع ديال باش سمك بي نبقاو نمشيو دائما هاد ريوتيليزاسيون الإشارة فقط ممكن نزولو هاد لوبسيون ديال ريوتيليزاسيون ما نخليوهاش تبقى تبان من خلال لي بروبريتي او بيان لي بارامتر ديال التمن. اذا نمشيو للمكان انشاء محتوى جديد اسي H5P دائما نضغط على تيليشارجي تيليشارجي لو فيشي وكنحدد ليه المكان فين حطيت الفيشي ديالي. وما ننساش نضغط على اوتيليزي وننتظر التحميل ديال المحتوى لإعادة استعماله. إذن هذه الطريقة هذه كما لاحظتوا معايا كتساعدنا أننا نتعاملوا أو نستخدموا التطبيقات التي تم حذفها من قبل الموقع وهكذا تكون لدينا الإمكانية لاستعمال 46 تطبيق كاملة. كورس بريزونطاسيون جيد.
إذن تم تحميل فيشي ديالنا بنجاح. إذن هذه هي الواجهة ديالها. كنظن بالنسبة للمسائل الأولى راه مغربش عليكم، هنا هي أجوتي دو تكست، أجوتي إيماج، فورم، فيديو، ألي أ أون ديابوزيتيف. إذا بغينا ننتقلوا من ديابوزيتيف ديابوزيتيف واحد آخر. إذا قبل ما نبداو في العمل ديالنا غادي نمسحو بعدا المحتويات. إذا اللي حذف المحتويات كنمشيو في الأسفل على اليمين، ما كتبانش واقيلا السي رشيد في الأسفل على اليمين، مغطينا الصورة، ماشي مشكلة. أنا نطلع ليماج شوية الفوق، هي دابا غادي تبان. هي كاينة هنايا سوبريمي لا ديابوزيتيف، نضغط عليها باش نمسح لي ديابوزيتيف. اوكي، او ممكن نقص العدد ديال لي ديابوزيتيف هنايا. اوكي، اذا غادي نزيد وحده جديده عاد نمسح هاد القديمه هادي سوبريمي. اوكي، غادي تبقى عندي غير الديابوزيتيف الاولى ديالي. بالنسبه لهاد لي بوطون اللي عندي هنا لتحت، هنايا الا بغيت نزيد شي ديابوزيتيف جديده، هنا الا كانت عندي شي ديابوزيتيف وبغيت نعاودها نفسها، نكوبي كوبي انكوديها دوبليكيها تولي عندي جوج منها. هنا الا بغيت لاريير بلون ديال لا ديابوزيتيف ديالي، اما هنايا موديل بالنسبه للديابوزيتيف كامله، وهنا الا بغيت فقط عفوا بريزونطاسيون كامله كنضغط على موديل، الا بغيت غير ديابوزيتيف وحده كنضغط على سيت ديابوزيتيف. وعندي الاختيارات اما اجوتي ايماج او لا اجوتي كولور. غادي نحاول هنا بلا ما نضيف ولا ايماج ولا كولور. هنايا الا بغيت نغير الترتيب ديال لي ديابوزيتيف، هي ديبلاسي لا ديابوزيتيف فيغ لا غوش او بيان vers la droite. إذا نبدأ بسرعة إنشاء المحتوى. إذا في لو تكست ديالنا غادي نكتبو العنوان ديال لا ديابوزيتيف، وممكن نديرو لا ميزون فورم كالمعتاد من خلال لي بوطون لي كيبانو عندي هنايا، تغيير اللون إلى آخره. إذا نسيليكسيوني نبدل غير اللون مثلا، ونكبر شوية لا طاي، نديرو مثلا 175%، نضغط على تيرميني. هو لو تكست ديالي دابا حاليا، ممكن ديبلاصيه في اي مكان. اجوتيو دابا شي صورة، بنفس الطريقة دائما كنمشي و أجوتي، كتفتح ليا من فنتر ليا اون بواط دو ديالوغ، كنحدد ليه المكان ديال الصورة ديالي اللي باغي أجوتي.
دائما تكست ألترناتيف ضروري منه، باش إذا ما تحملتش الصورة، وكنخلي لي بارامتر اخرين بار ديفو تيرميني. الصورة ممكن نحولها في أي مكان كالمعتاد. إذا هذا فيما يخص la première diapositive, nous sommes la deuxième. غادي نحاولوا نشوفوا زون دو تكست، غادي نديرو فيها لو بلون. وبيان سومير نديرو لا ميزون فورم بطبيعة الحال على حساب الرغبة ديال كل أستاذ. ملي ننتهي نضغط على تيرميني، نديبلاسيها، عفوا نضغط على إيماج. إذا ضغطت على شي حاجة بالخطأ ممكن ندير لها سوبريمي بلا ما نأجوتيها. نصغر على لا فينيتر دي إذن غادي نأجوتي تكست نسميه مثلا انترنت، ميزون فورم توجور ترميني. دايرة بحال الوقت غادي نحاول ما نكرييش جميع العناصر ديال الماني اللي عندي هنايا. غادي نكتفي فقط بالانترنت، وما غاديش ندير ليها اللين ديالها، تنقاد بعدا لو كونتوني. اذا ندوزو لا ديابوزيتيف سويفونت، وغادي نشوفو في هاد لا ديابوزيتيف غادي نحاولو نكريو دي تكست اللي غادي نديرو فيه محتوى خاص بالانترنت، لا ديفينيسيون دانترنت. هو بالإمكان قدلو لا ميزون فورم ديالو على حساب الرغبة ديال كل واحد. كنديبلاصيو في المكان المعتاد، كنكبرو لا زون ديالو، كيبقالنا العنوان ديالو غادي ناخدوه من الصفحة السابقة. إذا عنوان وإنترنت غادي نديرو ليها كوبي، وغادي نمشيو للصفحة الموالية، وكوري دائما كتكون عندنا هنا في الأعلى، ونديبلاصيها في المكان المناسب. بقى ليا هنايا واحد الصورة باش نرجع للمكان للصفحة ديال البلون. إذا غادي نضيف صورة، إذا ممكن نضيف صورة، ممكن نضيف تكست على حساب الرغبة ديال كل أستاذ. إذا أجوتيو ليماج،
إذا ملي غادي تحميل، ملي انت تحميل ديال الصورة غادي نضغطو على تغميني، غادي نحاول نصغروها ونديبلاصيوها للأسفل. دابا غادي نمشيو لهاد الخاصية ديال علي على ديابوزيتيف، نضغط عليها كيعطيني واحد لا زون، ملي كنفتح هو كيقول لي علي اما كنحدد له رقم ديال لا ديابوزيتيف او لا كنقول له ديابوزيتيف سويفون او لا بريسيدون. اذا انا بغيتو يمشي ليا لا ديابوزيتيف نيميرو 2، هي اللي درنا فيها لو سومير ديالنا، ممكن نحدد له هنا العنوان. اي خانه ما فيهاش العلامه ديال النجمه فوق منها ممكن ما نملهاش، كتكون ديك الساعه فاكولتاتيف. غادي نصغرها، غادي نخليها تحتوي فقط على هذه الصوره هذه. دابا عندي صورة وسط من صورة. دابا إلا بغيت نتحكم في الصورة التحتانية مبغيتش نتحكم في الفوقانية، كاين واحد لي زوبسيون هنايا، هاهي افيشي اون اريير يا افيشي اون بروميي بلون، برينغ تو فرونت و سان تو باك. إذا غادي نحاولو نردو هاد الخانة اللور، إذا نردو البرد هنايا سان تو باك. اذا دابا ملي غادي نضغط غادي يعطيني نتحكم اللي في الاسفل. دابا بغيت حتى هي نكبرها ولا نصغرها، وملي نسالي من تغيير الخصائص ديالها، عفوا بعدا غادي ندير ليها كوبي، غادي نحتاجها في صفحة اخرى. ملي نسالي من الخصائص ديالها خصني نردها للور سان تو باك. لماذا؟ لان الا ما درتش هكاك ما غاديش يخدم ليا هاد اللين ديالي، ردوا البال لهاد القضية مزيان. إذا غادي نأجوتي أوتخ ديابوزيتيف وغادي ندير كولي المحتوى الأول بعدا، ونعاود نمشي ل أجوتي نيميرو ديال لا ديابوزيتيف، غادي نحدد له دائما ديابوزيتيف نيميرو 2 ونضغط على تيرميني ونبدل ليها غير المكان ديالها. اذا هنايا غادي نحاولو نكرييو لو كونتوني ديالنا. إذا بالنسبة للكونتوني شفناهم في التمارين السابقة ودائما كيتعاودوا بنفس الطريقة. إذا إذا شفتوا معايا هنايا غونبليغ ديز اسباس فيد، أونسومبل شوا إينيك، شوا ميلتيبل، فغي أو فو، سومير، في تجليس لو تكست، أنسي دو سويت، ماركي لي مو. وبالإضافة لهاد ثلاثة النقاط كيعطيوني autre contenu. اذا غادي نحاول نشوفو هاد زون اكسبورتابل، ولكن قبل منها غادي نشوفو بعدا ensemble اشوا اينيك. فهاد أونسومبل أشوائينيك ممكن أننا نخدم بجوج ديال الطرق، إما غادي نبقى نأجوتي سؤال بسؤال. ها هو مثلا السؤال الأول، نحدد ليه الجواب الأول ديالو، الجواب الثاني، الجواب الثالث، إذا كانوا أكثر من جواب غادي نحددهم، ودائما الجواب الصحيح كنديرو هو الأول في الخانة الأولى دائما، راه هو من بعد راه كيبدل الترتيب ديال الأسئلة.
ملي كان سادي السؤال الأول كالقال تاه تاه تاني أجوتي إن أوتخو كيستيون هي إذن الطريقة متعبة شي شوية. إذن غادي نمشيو التكستويل مود تكستويل إي با مود باغ ديفو. إذن كنكوري هنايا لي الأسئلة ديالي. إذن عندي هنا ثلاثة ديال الأسئلة. السؤال هو في السطر الأول، الأجوبة في الأسطر الموالية، ودائما الجواب الصحيح خصو يكون في المنطقة الأولى، مباشرة بعد السؤال خصو يكون الجواب الصحيح. هنايا هذا هو الجواب الصحيح، هنايا إكسيتيرا. ودائما لي بارامتر ديال التمرين نخليهم بار ديفو ونضغط على تيرمين. لي بارامتر كما قلنا شاب سابقا ممكن أي أستاذ يغيرهم على حساب الرغبة ديالو، سواء من اللغة أو من فيدباك تغذية راجعة مع التلاميذ ديالو كتشجيع إلى آخره. وغادي نأجوتيو نوع آخر من الأسئلة. غادي نمشي دابا حاليا لهاد لوبسيون ديال زون دو تكست اكسبورتابل. هاي فلابير كنحدد له السؤال هاد لي تيكيت. اذا سيتي لي زافونتاج اي لي زانكونفينيون دانترنيت. وغادي نضغط على تيرميني. كيبان لي بان تداخلات هذا السؤال مع السؤال الاخر وما عنديش الاسباس بزاف في هذه لا ديابوزيتيف، وبغيت ندير هاد جوج اسئله بجوج بهم في نفس لا ديابوزيتيف. كنمشي الموديفيي وهاد لوبسيون كاينه في العديد من التمارين بحال فغي وفو كيو سي ام اكسيتيرا. كنضغطو على هاد الخاصية ولا هاد لوبسيون هادي ديال افيشي سو فورم دو بوتون. اما غادي نختار غرو بوتون بيان بوتي، غادي نخليوها غرو وندير تيرميني. اذا لاحظوا معايا الطريقة دابا باش افيشي ليا السؤال فقط بوتون، تا نضغط عليها عاد غادي افيشي ليا السؤال كامل. نحاول نقاد هذه مزيان. وغادي نمشي نرجع لديابوزيتيف نيميرو 1 اللي هنايا انترنيت. غادي نحاول نضغط على علي على ديابوزيتيف باش ناكتيفي هذا اللين هذا. اذا حنا دابا في لا ديابوزيتيف نيميرو 2، اما غادي ندير لو ديابوزيتيف سويفونت حيت هي اللي موراها، او لا نحدد له بالضبط الرقم ديال لا ديابوزيتيف الا كنت عارفها مزيان. نضغط على تيرميني وغادي نحدد لا زون. اللي غادي يكون فيها لو ليا اكتيف هادي قلنا باش كنديبلاصاو من ديابوزيتيف لأوتخو ديابوزيتيف. إذا ممكن ننتقل دابا من ديابوزيتيف دو ننتقل ديابوزيتيف ديس أو بيان دوز إكسيتيرا، ونعاود نرجع بهاد الطريقة هادي كيما وريتكم من قبل. احنا دابا نجربو هادشي. إذا نرجع لديابوزيتيف دو وغادي نأجوتي إين زون غادي نسميها مثلا اكزارسيس ونضغط على تيرميني. بنفس الطريقة
غادي نحدد ليها لو ليان ديالها. إذا غادي يدينا ديابوزيتيف نيميرو 4. إذا غادي نضغط على ألي على ديابوزيتيف، حدد له 4. هنايا انفيزيبل باش ميبقاش يبان عندي داك الإطار ديال اللي كيبان عندي هنا حاليا. الإطار ما غاديش يبقى يبان لينا في الاكزيكيوشن. دابا وحدين غادي يبان فيهم، وهاد الأخيرة هي اللي حيدت ليها ما غاديش يبان فيها. تلاحظوا معايا الفرق ملي غادي ندير ليكزيكيسيون، غادي يبان لكم الفرق مزيان. اذا ممكن اجوتي صوره، ممكن اجوتي فيديو. نشوفوا مثلا الطريقه ديال فيديو. اذا خصنا ناخذ شي ليان من اليوتيوب ونقوله في هذا المكان المخصص لي ليان ديال اليوتيوب، وندير انسيري. كنلاحظوا بان الفيديو ديالنا هو تفاجات لنا هنا، بغينا نمسحوه كاين هنا بوطون سوبريمي. هاي الان نضغط على تيرمين. إذا هذا هو الفيديو ديالنا اللي تاجوتا. ممكن نصغروه، ممكن نكبروه، نديرو لاطاي اللي بغينا. كاينين خاصيات أخرى في الفيديو نحاول نوضحها لكم. هيا فيزيوال روليكتور، إذا بغينا ما يبانش لينا، تبان لينا شي ايماج قبل ما نطلق الفيديو، تبان لينا شي ايماج بالضبط على ديك الخانه ديال الفيديو. هنايا الا بغيت اجوستي لا ليكتور تستعمل مثلا الشاشه كامله بلا نيكرون اكسيتيرا. عفوا. هنا الا بغيت لا فيديو تبقى تقرا اوتوماتيكمون، وإذا بغيت اللي تسالي تعاود تبدا بوحدها اكسيتيرا. نضغطو على تيرميني. وفي الأخير غادي نحاولو نضغطو على اونجيستخي، نشوفو بعدا هادشي اللي خدينا لحد الآن. إذا في انتظار ظهور النتيجة ديال العمل ديالنا. إذا هذه هي لا ديابوزيتيف أن. حنا كنا كرينا غير 4 ديال لي ديابوزيتيف، ولكن دابا ظهرت لنا خامسة. الديابوزيتيف الأخرى كيكون فيها الريزولتا ديال لي زاكتيفيتي اللي درناهم أو على التمارين التفاعلية اللي داروهم التلميذ معنا في هذه البريزونطاسيون. هنا درنا فقط سلايد 4 أو ديابوزيتيف 4، هي اللي فيها دائما اللي كتكون فيها الدائرة هي اللي كيكون فيها التمارين التفاعلية. إذا سلايد 2، إذا ملي كنقرب ساملي الله سوري ديالنا هنايا هو كيعطيني هاد لا زون كليكابل، إما هنايا إما هنايا. نضغط على انترنت او كيتي دي ديابوزيتيف 3، وهنايا كيعاود يردني الديابوزيتيف الاصليه. نضغط على اكزرسيس كيديني لا ديابوزيتيف 4،
هنايا كيعرض هنايا لا ديابوزيتيف اصليه. اذا الفرق ما بين هاد زون كليكابل وهاد لا زون هي ملي درنا نو افيش انفيزيبل هاد ليفي هذا ما كيبانش عندي في الثانيه لا رديتو معايا البال مزيان هذيك لوبسيون ديال بوتون انفيزيبل ليفي ما كيبانش عندي هنا ما كيبانش عندي بان فعلا هذه زون كليكابل بينما هنا كيبان لي اذا من الافضل اننا نخليوها باش تبان لينا. بالنسبه للتمارين التفاعليه راه سبق لينا الاشاره ليها غادي نحاول نتطرق غير لهاد بوطون هادي اللي جاتنا هنايا ملي كنضغط عليها عاد كي افيشي ليا السؤال سيتي لي زافونتاج اي لي زانكونفينيون دانترنيت كنكتب مثلا لي زافونتاج افونتاج 1 افونتاج 2 اكسيتيرا انكونفينيون 1 انكونفينيون 2 ولكن فاش غادي ينفعني دابا هادشي انا سديت فاش ينفعني مثلا التمرين هذا ملي كنمشيو لا ديابوزيتيف الاخيره اخيره كنلقى واحد لازون جديده كتزاد عندي هي اكسبور تكست عندها علاقه بهذا السؤال هذا اللي جاوبنا عليه هنا. اذا شنو المعنى ديالها ملي كنضغط على اكسبور تكست اوتوماتيكمون اش 5 بي كيجينيري ليا واحد الفيشي وورد ها هي عندي هنا لتحت الا رديتو معايا البال مزيان ها هي اكسبورت تكست مجرد ما كنفتح هاد الفيشي هادي غادي نحاول نموديفي لي بارامتر دو بارطاج باش تبان ليكم الفيشي اللي تيليشارجيت بارطاجي اذا هي هذه الفيشي اللي جينيراليه الموقع ديال H5P هنا كيبان لي السؤال وهنا كيبان لي الاجوبه ديال التلاميذ يعني الا بغيت نقاد شي امتحان بهذه الطريقه هذه نقاد على شكل بريزونطاسيون فيها تفاعل مع التلميذ وكل سؤال نوضعه بوحدو ويجاوبني وفي الاخير غادي يجينيري ليا موقع H5P في شي بحال هادي اللي غادي نطلب من التلميذ انه يصيفطها ليا مثلا بار ايميل باش نعرف لو طرافاي ديالو اللي دار. وبطبيعة الحال هنا كي افيشي ليا لي ريزولطا و لو سكور اللي دار من خلال التمارين التفاعلية اللي مسجلهم له أنا هنايا في البريزونطاسيون ديالي. إذا إلى هنا نصل إلى نهاية هاد النشاط نتمنى تكون كانت هناك استفادة وغادي نفتح باب الأسئلة نقدم الأخ رشيد هو يفتح باب الأسئلة بالنسبة للأساتذة الراغبين في ذلك إذا كان شيء إضافة ولا كان أي تساؤل مرحبا بالجميع تفضل نعم سيراج يعني شكرا سي إسماعيل على هذا العرض القيم. نفتح باب النقاش للسادة الأساتذة لمن لديه أي سؤال حول محتويات هذا اللقاء. شير لهم اللامان لوفي اللي بغى يرفع اليد ديالو كاين واحد ديك الخاصية ديال اللامان لوفي راه تزاد جديدة نعم اللي بغى ياخذ الكلمه ممكن يرفع اليد ديالو غادي ياخذ الكلمه ان شاء الله. نعم بالنسبه في الاونه الاخيره مايكروسوفت تيمز قد اضاف في التحديث الاخير زر رفع اليد لتنظيم تدخلات يمكنكم تلاحظوها في ديك لابار اللي كتكون فيها الكاميرا واللي كيكون فيها الميكروفون اللي كتكون فيها الكونفرساسيون حتى البارطاج تاع البيرو مثلا كتلقى واحد اليد الاسم ديالها لوفي لامان
الأستاذ يضغط عليها كيظهر بالنسبة للناس اللي ساهرين عندنا هذا اللقاء نهار اليوم أن الأستاذ يريد أنا التدخل بارتاجيت، هيا آه. لو في لا ما، أنا بارتاجيت راه كتبان عندكم دابا، هيا حدا ثلاثة ديال النقط، هيا كتبان لو في لا ما، تفضل سي رشيد. نعم، كما بإمكان الأساتذة اللي عنده شي تساؤل مثلا بغى يكتبوا مثلا في لا كونفرساسيون يمكن لي يشير لي، وكاين السي العلاوي راه غادي يقوم بجمع هذه الأسئلة وغنطرحهم على السي إسماعيل. نعم تفضلوا أستاذ الأساتذة. بطبيعة الحال الإخوة اللي ما كتظهرش لهم هاد الزر الخاص بالتنظيم ديال التدخلات، خصوصا الإخوة اللي كيستعملوا مثلا الهواتف المحمولة، إذا خاص يقوموا بالدخول إلى بلاي ستور ويقوموا بعملية تحديث الأبليكاسيون الخاصة بميكروسوفت تيمز. إنما الإخوة اللي كيستعملوا الحاسوب أو مباشرة كيستعملوا المنصة ديال تيمز على متصفح كروم مثلا، ده بالنسبة للإخوان ما يحتاجوش إلى تحديث لأن الاستعمال ديال المنصة يكون مباشرة وكيستعمل آخر التحديثات. نعم الإخوان اللي عنده شي تساؤل كما كتلاحظوا هاد المحتويات اللي شار ليه الأستاذ محمد الإسماعيلي، إذا عكس محتويات اللي شفنا قبل هي محتويات كانت مجانية، إذا هذه المحتويات فهي مؤدى عنها. إذا كانت العدد 46 محتوى، لكن مؤخرا واش لاحظوا بأن الاستعمال ديال هذه المنصة المجانية ولا عليها الضغط ولا الاهتمام بزاف، إذا نحاولوا ما ينقصوا ما أمكن حيث العدد أصبح 13 باش يثيروا انتباه ديال أو يجروا المستعملين أو الأساتذة إلى منصة خاصة بالاشتراك. نعم كنلاحظ بأن الأستاذ لطفي منير. نعم سي أستاذ تفضل سي لطفي. سي لطفي حاولت شغل الميكروفون ديالك. نعم السلام نمر. عليكم. نعم أستاذ انا بغيت باش ندخل هاد نفتح كونت في هادي، ولكن ملي كنجي ندخل كيقول لي يا عمر هذاك لو كونت، كنلقى واحد السؤال تيقول لي بوزي تخوا كيستيون ولا هادي شاطه، ما كيبغيش يقول لي باش ندخل الكونت ديال هاد اش بي اش 5 بي. اسمعيني. نعم سمعت السؤال. السؤال واضح سي اسماعيلي. بالفعل بالفعل، هي كانت تسنى إذا كان شي تساؤل آخر عاد باش نعم نمروا للأستاذ سرحان الشعراوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا نوجه تحية للأخ اللي قدمنا هذا العرض القيم على اش 5 بي، ومن خلاله لجميع الإخوان ديال مديرية الخميسات والمنسقية الإقليمية ديال مدير جيني. السؤال المطروح هو التحدي اللي كاين اليوم، هو ما يبقاش التلميذ غير يستهلك فيديوهات هكا دي فيديو هكا يشوفهم. التحدي اللي كاين هو نخلقوا لانتيراكتيفيتي دون اون فيديو. انا بغيت نعرف السؤال ديالي، بغيت نعرف يعني من خلال هذا العرض وما تم تقديمه حول الاش 5 بي،
يعني كيفاش نقدموا حنا لواحد المنتوج للمتعلم يعني على شكل فيديو تكون فيه انتراكتيفيتي، يعني تكون فيه واحد المحطات يعني ثلاثة ولا أربعة ديال المحطات اللي يوقف الشريط وكتطرحوا عليه أسئلة وهو كيجاوب عليهم كيتفاعل مع الشريط، وتكون هذيك الأسئلة عندها علاقة بالموضوع ديال الشريط. يعني بصفة عامة كومون كريي اون انتراكتيفيتي دون اون فيديو ابارتيغ ديال اش 5 بي. وشكرا لكم وشكرا للإخوان كاملين، لا السي رشيد ولا السي حكيم وحمو ولا جميع الإخوان اللي ساهرين على هذا اللقاء التزامني، راكم زعما كتفيدونا بزاف وكنستمتعوا معكم في هذه العروض هذه. شكرا لكم بزاف. شكرا سي الحال. نمر للأستاذ الحسن باقة. نعم سي الحسن تفضل. السلام عليكم، كتسمعنا؟ السلام ما كيسمعناش. نعم تفضل سي اسماعيل حاول تجاوب على الأسئلة. ريتما ننتظر الإخوة الآخرين. مرحبا. إذا كان عندي واحد السؤال قريته هنايا، قال لك بعض الصور لا تقبل التحميل. بارطاجي بعدا معكم الشاشة. بالنسبة إلى تزمان الشاشة دابا مازال سي اسماعيلي واخا كنت يضطر التحميل دابا. إذا بالنسبة لي زيماج ملي كنبغي نأجوتي إيماج راه عندي هنايا واحد لانوت، إذا خصني نرد البال مزيان. الشروط اللي كيطلب مني اللي خاصة بالصورة هي أنها ما خصهاش تتجاوز واحد مقدار معين، إذا ما عدا ذلك يقدر يكون المشكل فقط في الكونيكسيون. وثاني حاجة ممكن أن التكست ألترناتيف ما تعمرش إذا بغيتي تكليك على تيرميني، إذا ما كانش لو تكست ألترناتيف عام. وبالنسبة للصورة كتحمل بشكل عادي الى تحققوا في هاد الشروط، هي لا طاي ليميتي دو تيليشارجمون 16 ميجا، هذا في الغالب راه كنستعملوه 1 ميجا 2 ميجا 3 ميجا في لي زيماج، راه ما عندناش لي زيماج لي كون بزاف. هذا فيما يخص الصور. بالنسبه لكان قريت واحد التساؤل اخر، هل في كل مره احمل هذه الاضافات عندما اريد العمل بها؟ ليس بالضروره. إذا كما وريتكم هنايا ممكن أنني نحمل الإضافات مرة واحدة ونخزنها عندي في الحاسوب ديالي. إذا مثلا حملت هاد الإضافة غادي نخليها في الحاسوب ديالي ونبدا نخدم بها مرة عادية. ملي كان سالي لو طرافاي ديالي كنلقاها مسجلة عندي. دابا نوريكم مثال لي زاكتيفيتي اللي خدمنا بهم دابا حاليا. ها هو المثال الاول صافي غتسجل، ها هو المثال الثاني، ها هو المثال الثالث، ها هما يلا خدمنا بهم اليوم. تفهمنا؟ اذا المره الاولى فقط هي اللي كنحمل فيها الاضافه، ومن بعد كتولي عندي هذه الخاصيه عندي في التمارين مسجله عندي في لي زاكتيفيتي ديالي او بيان في لي كونتوني ديالي. طبيعة الحال إذا بغيت نعاود تمرين آخر نخليه هذا ما نقيسوش ما نموديفيش فيه، خصني نعاود ندير نفس الطريقة، نمشي الكونتوني وندير تيليشارجي، وإلا أما عندك غادي ندير جبد لو كونتوني. بالنسبة للسؤال ديال السي لطفي والسيد لطفي، قلنا بالنسبة للتسجيل كان عنده مشكل في التسجيل. انا غادي نحاول نفتح الموقع ديال اش 5 بي في فنتر بريفي اش 5 بي.
ما كيفاش البارتاج ديال فنيتر اللي فتحت جديدة؟ لا أستاذ، لا داكوغ، اون اتوندون بعدا نجاوب بالأستاذ رحال، واقيلا ياك أستاذ رحال، أستاذ الشرعية. مرحبا. بالنسبة للفيديو انتراكتيف أستاذي كاين، درتيها السي رشيد الحصة اللي فاتت ياك؟ نعم سي سعيد، كيف شرحت لي في الحصة اللي فاتت بالنسبة للفيديو انتيرابي؟ يعني ممكن تاخذ فيديو مسجل من طرف الأستاذ، أو ممكن بالفعل لك تاخذ فيديو مثلا كاين في موقع ديال اليوتيوب، بالفعل وبإمكانك ديال فيديو هاد توضع فيه الخاصية هذه. أصلا. نعم سي رشيد، هاد الخاصية كاينة في بريزونطاسيون ولا كولون، ممكن اجوتيو فيهم فيديو انتراكتيف. مثلا ندخل لهنايا، علاش ما تطرقتش ليها؟ لان الاخ رشيد دار الحصه اللي فاتت، ما بغيناش نعاودو بزاف ديال الحوايج، بغينا نشوفو فقط الجديد اللي ممكن اننا نديروه. اذا كان مازال طالب نعاودو نوضحوه اكثر، اذا كان مازال طالب عليه نحاولو نعاودو نوضحوه اكثر. اذا غادي نوري الطريقه غير بسرعه. في انتظار التحميل، نموديفي لي بارامتر هنايا. إذا غادي نمشي لا ديابوزيتيف اللي عندي فيها الفيديو، نظن ديابوزيتيف 2. كنضغط على عفوا، غادي يمشي الفيديو انتراكتيف. ها هي انتراكتيف فيديو. هاي هنا زون ديال ابلود ديال الفيشي، كنضيفو الفيديو بنفس الطريقة السابقة. نعم عندنا فقط ديك لاباج دوكي ديال A5P، هي اللي كتظهر لينا. داكور، انا نموديفي لي بارامتر. شكرا على التنبيه. شنو هاد الاشكال ديال البارتاج؟ نعم مابقاش عندك هاد الاشكال هذا، حاول تبارطاجي ديالو، كتكون داكور. كيكونوا هاد المونيتور كيظهروا به بسلاسة. إذا نمشي ل إيديت انتراكتيف فيديو، غادي ندير هنا، كندير لو ليان هنا. يلا كاين 3 زون، نمشي لزون الأولى انسيغي، أول فيديو تأجوتا. هنايا كان أجوتي لي زانتيراكسيون مع ليليف.
لي زانتراكسيون هما اما غادي ناجوتي ستيتمنت سينجل تشويس انسي دو سويت. نختار مثلا غير مثال بسيط للاشاره فقط. خصنا اول حاجه نحدد له الوقت بالضبط، دقيقه والثانيه الى اخره. مثلا يجي لهاد المكان بالضبط وغادي نضغط على يجاوبني بفغي وفو. غنوقف الفيديو. إذن غادي تكون تافيشالو إما شكل بوطون، غادي نخليو هنايا بوطون، وهنايا غادي نعطيه العنوان لو تيتخ ديال السؤال ونطرح عليه السؤال. ici on pose la question. وغادي نحددوا واش الإجابة صحيحة ولا خاطئة، وكنشوفوا التفاعلات معاه شو كونفيرماسيون فيدباك اكسيتيرا. غادي نخلي هادشي بار ديفو وغادي نضغط على دان. كتبقى لي هنا واحد الخاصية مهمة، ديسبلاي تايم، هذا هو الوقت فوقاش غادي من هنا تبدا تليان. وهنا ممكن اوبليجي عليه انه يوقف الفيديو حتى يجاوبني على السؤال ديالي عاد باش يدوز. فهنا دي الطريقه ديال التفاعل. اذا غادي نرد الفيديو شويه اللور. وغادي نحاول نتيستي. هو دابا هنا يخصو يوقف لينا. هو وقف لي الفيديو وعطاني هاد البوطون هادي تيدير ليتيليزاتور لانتراكسيون. اذا غادي نضغط هنايا عفوا ماشي يعني خصنا نشوف الريزلت، خصنا حتى نونجستري بعدا هادشي. نديرو سوفغاردي. إذا بهذه الطريقة غادي ممكن أنني نضيف أسئلة متعددة، صحيح أم خطأ، سؤال باختيارات متعددة إلى آخره. وهذا الشيء اسمعي نعم لو نعم سمحت، بالنسبة لهذا إنشاء محتوى أو فيديو انتراكتيف، نظرا لضيق الوقت بإمكان حد ساعة الأمور واضحة، بإمكان الإخوان يرجعوا للورشات أو تسجيل الورشة السابقة، بإمكانهم يطالعوا على كيفية إنشاء مثلا فيديو انتراكتيف، كما بإمكان يلقوا مراحل موضحة على الموقع أبسينكبي حول كيفية إنشاء فيديو انتراكتيف. إذا فقط نظرا لضيق الوقت وكاين أسئلة ديال الإخوان نحاول نجاوب عليها. بالنسبة للأخ لطفي كان سولنا على هذه المرحلة هذه، نعم تفضل. إذا غادي نحاول نترجمو الموقع الفرنسية. كنضغط غير باليمين، كندير إلا كنت كنستعمل بطبيعة الحال كروم. إذا هنايا كيلي لو بوزي دو نواغ، وكيقول ليا إل كومونس باغ دوبل في إي سو تيرمين باغ
H-I-T-E. إذن كنجمع هاد الكلمات هادو كنكتبهم كما هما. إذن غادي نكتب دوبل في هنايا H-I-T-E. إذن هذا هو اللي فهمت من السؤال ديالو. وإذا درتي هاد الطريقة راه غادي يدوز لك لانسكريبسيون. وبالتوفيق. تفضل سي رشيد. نعم، شكرا سي إسماعيلي. بالنسبة للأسئلة، كنا طلبنا من السي العلوي إسماعيلي يجمع لنا هذه الأسئلة في حيث كانوا واجدين بإمكانهم يبارطاجيو معنا. سي العلوي، تحياتي سي رشيد، شكرا سي إسماعيلي على العرض القيم. أنا غنحاول نبارطاجي معكم هذه الأسئلة سي رشيد. دابا كاين تيبان لو بيرو ديالي سي رشيد ولا لا؟ مزيان كيبان السي مزيان صافي. اذا الاسئله انا جمعتها في واحد الفيشي وورد. كاين السؤال الاول الثاني تنظن جاوب عليهم السي اسماعيلي. نعم كيبانوا السي رشيد الاسئله؟ نعم كيبانوا. نعم بعض الصور لا السؤال الاول بعض الصور لا تقبل التحميل، لماذا؟ هذا السؤال راه جاوب عليه السي اسماعيلي. سؤال ثاني، هل في كل مره استعمل اش 5 بي يجب تحميل هذه الاضافات وتنزيلها؟ تنظن حتى هذا جاوب عليه السي اسماعيلي. كاين السؤال الثالث والرابع والخامس والسادس، هذا اللي تنظن مازال خصو يجاوب عليهم الاستاذ. تيبانوا لك السي اسماعيلي الاسئله؟ هي ليماج برودوي دو لوتي دو كابتور نو بو ترافيشي او تيليشارجي alors que ne dépasse même pas un méga. Un méga. Oui, un mégabyte. هذا كيوقع، هذا في بعض الاحيان كيوقع بحال هذا الاشكال، هذا كيبغي فقط واش مشكل في كونيكسيا ولا شنو، يمكن تعود مره اخرى ممكن يدوز، حيت هو انا ما كيشرطش عليا هنا لي زيكستونسيون. هو الشرط الوحيد اللي كيشرط ليا هنايا هو 16 ميجا فقط، راه واضح هنايا الشروط ديالو. اذا لي زيكستونسيون كاين بزاف ديال لي زيكستونسيون ديال لي فيشي، مثلا ملي كنكونو نخدمو بالبانت ولا كابتشر ديكرون راه كنونجستريو سو فورم دو بي ان جي. بي ان جي راه كيقبلها عاديه بشكل عادي، راني خدمت بها هاد الحصه. كنظن ما كاينش شي اشكال في هذاك السؤال. نعم ندوزو للسؤال الموالي. ما كيستيون ne fait toujours pas la différence entre champ assigné au mode de l'activité par l'enseignant et le champ désigné par l'étudiant pour répondre. ما فهمتش مزيان هاد السؤال هذا. كان طبعاً الأستاذ اللي وضع هذا السؤال راه عنده شيء يعني يوضح لنا السؤال أحسن. تنظن السي إسماعيلي أن الأستاذ ما تيفرقش ما بين الحقل فين غيكتب لا كيستيون ديالو هو كأستاذ وما بين الحقل اللي غادي يجاوب فيه التلميذ، ولكن السي ميو يتفضل الأستاذ وياخذ الكلمة ويشرح السؤال ديالو مزيان. نعم إذا ما تفضلش نعاودو نشرحو على هادشي اللي قلتي أنت. وي يلا، في انتظار التحاق الأستاذ دوز لي السؤال الموالي. واخا سؤال خمسات تفاعلي ياك يتطلب إنشاء مدونات بلوغر، كيفية إرسال رابط تمرين تفاعلي إلى التلاميذ على موقع التواصل الاجتماعي؟ التواصل الاجتماعي وواتساب، يعني بجوج تنظن والواتساب. إذا الطريقة هي كالتالي، لاحظوا معايا هذا التمرين، هذا إنشاء الموقع اللي إنشأنا التفاعلي هنايا. غادي نمشي لاباغ دادغيس اللي عندي الفوق. عفوا خصني نبارطاجي ليكرون. حاول وقف في البارطاج سي اسماعيلي. نعم واخا انا نوقف. داكور انا وقفته، انا نبارطاجي ليكرون. انا اذا غادي نشوفو دابا كي غادي نديرو، نحطو نشاركو مع التلاميذ اولا في تيمز نفس الطريقه.
غادي نشاركوا معهم سواء في موقع التواصل الاجتماعي سواء في الواتساب. انتظار البارتاج. وقف عندي هنا الأورديناتور. مازال ما توصلناش في نعم. واش مبغاش يدوز البارتاج كاسكي نعم فيش مشكل في الكونيكسيون ديال الانترنت. ده بالنسبة لهاد النقطة هذه ديال كيفاش نبارطاجيو مثلا واحد الكونتوني ار 5 بي في بلوجر، سبق نشرنا عليه في الحصة اللي فاتت. إذا بإمكان الإخوان لما كانوا ما طلعوش على التسجيل تاع الحصة السابقة يمكن يرجعوا ليه، إذا لقيو غير لقاو الطريقة كيفاش كان نفتحوه. فقط خاص يكون عندك شرط هو إيميل أو بريد إلكتروني جيميل، يمكن لك تفتح بكل سهولة بلوجر، ويمكن لك توضع من خلال المراحل اللي ورينا قبل ممكن لك توضع واحد المحتوى تفاعلي يتراقب من اصل بي. كذلك هذه النقطة اللي غيشير لها الأستاذ كيفاش نفتحوا مثلا محتوى تفاعلي داخل تيمز، ويمكن نقاسمه مع التلام مباشرة. قلت لك أنا عندنا شي درس مع التلام، إذا كذلك أسبق الأستاذ شار لها. سي العلاوي، إذا كان شي سؤال آخر ممكن نجاوب عليه بدون تطبيق نجاوب عليه صافي مباشرة. اسماعيلي، هادو هما الاسئله اللي كاينين صافي، ما كاينش ما تدخلش الاستاذ باش يوضح لنا داك السؤال. لا ما تدخلش، وتنشوفوا حتى في لي كونيكتي شتو ما بقاش نزيه رشيد هو اللي كان ها تنضل مازال. سي رشيد نزيه، تفضل لو استاذ باش تشرح السؤال ديالك. سي رشيد كتسمعنا؟ نزيه دونك راه عاود طرح السؤال بصيغه اخرى، قال لك تماما لا زلت لا افرق بين الحق المخصص للاستاذ لوضع النشاط او السؤال والحق المخصص للتلميذ للاجابه. اذا الاستاذ ما تيفرقش فين غي البلاصه، ما بين البلاصه اللي غيكتب فيها الاستاذ السؤال ديالو وما بين المكان المخصص للاجابه. هذا هو السؤال. السي سعيد مرحبا. ها هو دابا غادي يدوز عندي لو بارطاج وانا غادي نوريه كل شيء. انا غادي نبارطاجي معكم ليكرون. انتظار فتح الموقع. نضغطو على سيدونتيفي. نضغط على هاد لاكتيفيتي. إذا هاد لاكتيفيتي هي اللي غادي نحاول نبارطاجيها مع التلاميذ ديالي. إذا الطريقة غادي نمشي لابار دادريس الفوق، عندي h5p.org/node/ واحد العدد، هاديك النود اللي عندي الوسط كنمسحها وكنعوضها بكتابة التالية h5p وكندير سلاش وكندير أيضا embed.
انا دابا نبارطاجي معكم في كونفرساسيون باش يبان لكم مزيان. هيا اذا دابا هذا الرابط اللي صيفط لكم دابا حاليا، ممكن تصيفطوه للتلاميذ ديالكم سواء تحطوه لهم في فيسبوك، تحطوه لهم في الواتساب، او لا تحطوه لهم في منصه تيمز كما غادي نشوفوا حاليا. الى ضغطنا دابا على هذا الرابط كيجينيري لي واحد الصفحه مستقله فيها فقط النشاط ديالنا. دابا هذه صفحة مستقلة ديال الانترنت فيها فقط النشاط ديالنا، بريزونطاسيون ديالنا. بالتغييرات اللي كنا قمنا بها من بعد. اذا هذا الرابط نفسه كنحاول ننسخه اذا بغيت نبارطاجي مع التلامذة في منصة تيمز. كنمشي لي جروب ديال لي زيكيب، كنمشي لهاد لونجلي اللي عندي الفوق هنايا كاين زائد حتى كويزينيير، غادي نضغط على هاد زائد. هيا كتخرج ليا هاد لا فونيتر فيها اجوتي ان لونجلي. كنبحث على سيت ويب، ها هي، نضغط عليها، هنا كنعطي السمية ديال لونجلي، تقدر تسميها أكتيفيتي 1، أكتيفيتي 2، إكسيتيرا، على حساب لو نون اللي بغيت نعطيها، وهنا كنوضع ليها الرابط لي كوبيي ديالو. هو https/asp5.org، وهذيك الخاصية اللي زدنا حنايا h5p/embed، ورقم الأخير هنا بيبليي بور دون لو كانال باش إلا بغيت أفيشا كوم ميساج للتلامذ ديالي، إلا ما بغيتش نخليها غير كوم أونجلي الفوق، غادي ندير أونجستخي، وغادي تبان ليا غير في لي زونجلي اللي عندي الفوق، ندير فيرمي. هي هذه اللي تزادت دابا حاليا، وهي لا بريزونطاسيون ديالنا. هذا فيما يخص المشاركه مع التلاميذ سواء على منصه تيمز، سواء على البلوغ اذا كان عندي، سواء على موقع خاص بيا او موقع التواصل الاجتماعي. دائما كنرد البال غير لهذا الرابط اللي عندي هنا. فيما يخص السؤال الاخير، بالنسبة باش نعرف واش مكان مخصص للسؤال خاص بالأستاذ أو خاص بالتلميذ، راه كيختلف من تطبيق لآخر باش نكون واضحين. إذا غادي ندخل الكونت ديالي، غادي نعطي غير مثال بسيط بسرعة، غادي نمشي لكونتوني، غنكريي نوفو كونتوني. اذا كما قلت لكم من قبل، راه ممكن نترجم حتى الموقع، نترجم سواء بالعربيه سواء بالفرنسيه سواء على حسب اللغه اللي كنفهمها اللي غادي نكون مرتاح فيها. نمشي مثلا ميتيبل تشويس، الوغ اذا شفتي معايا استاذ هنا راه واضحه، هي كيستيون يعني هنايا سؤال، يعني هذا المكان هذا خاص بالاستاذ، وهادو اجوبه الاختيارات اللي غادي يكون عند التلميذ.
هاد لي تي عفوا هنايا لا زون ديال لا كيسيون غادي نوضع لا كيسيون ديالي هنايا هنا لي زوبسيون ديسپونيبل لي زوبسيون ديسپونيبل هما لي زوبسيون اللي غادي نمنح للتلميذ كاجوبه اذا هنايا غادي يكون عندي اوبسيون ان يعني غادي يكون جواب اول وغادي نكوشي عليه واش كوريكت ولا ماشي كوريكت هنايا اوبسيون 2 حتى هو نفس غادي يكون حتى هو جواب اخر واذا بغيت نزيد شي جواب اخر هادو هما اللي غادي يبانو للتلاميذ غادي يبان له فقط هذا وهذا الاختيار هذا وغادي يبان له بطبيعه الحال السؤال السؤال كيكون مختص من الاستاذ بالنسبه لهذ لي بارامتر الاخرين شرحهم الاستاذ من قبل هنايا مختص الفيدباك هنايا التغذيه راجعه على حساب التفاعل ديال كل تلميذ مع الاسئله مثلا جاب النقطه ما بين 0 و 10 غادي نقول له متوسط مثلا من 0 حتى 10 خصو نقول له راجع مثلا الدروس ديالك جاب ما بين 10 و 15 غادي نقول له لا باس به مثلا جاب ما بين 15 و 20 غادي نقول له ممتاز وهكذا اذا هذه راه جزء منها الاستاذ هو اللي كيقاد المحتوى ولكن التلميذ هو اللي كتبان ليه النتيجه نتمنى نكون وضحت للاستاذ مزيان تفضل سي رشيد نعم شكرا مره اخرى سي محمد اسماعيل على هذا العرض القيم بالنسبه للاستاذ الاساتذه مازال كاين شي سؤال كنا نطرقوا ليه قبل ما نغلقوا اللقاء نعم شكرا كذلك للساده الاساتذه اعضاء فريق جينيه الصاهرين على هذا اللقاء الشكر كذلك للحضور الكريم على حسن الاصغاء والمتابعه نضرب لكم موعد يوم الاربعاء المقبل ان شاء الله 20 ماي 2020 في نفس التوقيت الثانيه بعد الزوال ملاحظة بالنسبة لهاد الورشة غادي نحاول نحيد من هادوك غادي نحاول ندير لها المونتاج وغادي نقادها وغادي نعلم الأساتذة باش اللي بغى يعاود يتفرج ليها من بعد إن شاء الله نعم شكرا سي إسماعيلي إذا كما قلت نضرب لكم موعد يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله 20 ماي 2020 في نفس التوقيت يعني الثانية بعد الزوال حول كيف يكون الموضوع حول إنتاج فيديوهات تعليمية تفاعلية بواسطة برنامج كامتازيا ستوديو من تأطير الأستاذ عبد الرحيم الفيلي إلى ذلك السلام عليكم ورحمة الله إذا شكر للجميع على حسن حضوركم ولجنود الخفاء أيضا السلام عليكم